بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح اليوم فوائد البصل. للبصل فوائد مهمة جدا، أهمها هو الوقاية من الجلطة الدماغية، السرطانات. أما لسؤال الديكي، لمعالجة سؤال الديكي أو لتخفيف السعال الديكي، فهو مفيد جدا عند خلط السكر النباتي مع البصل مع الماء، ثم وضعها على النار درجة الغليان، ثم اعطاها 3 مرات، ملعقة يوميا، ملعقة صغيرة 3 مرات بعد الأكل، فهو مفيد جدا للسعال الديكي. نعم. أما لمعالجة حالات الربو أو صعوبة التنفس حالات الربو، فيمكن استخدام عصير البصل زائدا عسل، تخلطه مع العسل ثم يشربه الشخص المصاب صباحا ومساء مرتين، كل مرة فنجان صغير من هذه المخلوط أو الخليط المتكون من العسل وعصير البصل، فهو مفيد جدا لحالات الربو وصعوبة التنفس. نعم. أما لالتهاب الرئة، فيمكن استخدام لبغة البصل، أو تأتي بالبصل ثم تسخنه على النار وثم تضعه على الصدر جهة الرئة وتلفه بقماش، ثم يعني تضمده أو تربطه بقماش على الصدر البصل المسخن، وقبل النوم تعمل هذه العلاج قبل النوم يوميا، فهو مفيد جدا لالتهابات الرئوية. نعم. أما لمعالجة البروستات، إذا البصل مهم جدا لمعالجة البروستات عند الرجال، فتأتي بتقطع البصل ثم تخلطه مع الخل التفاح الأصلي، تخلطه معه ثم تضعه في إناء أو قارورة زجاجية ولمدة 3 أيام، ثم يشربه الشخص المصاب بالبروستات فنجانا واحدا على الريق صباحا، يعني على الريق فنجانا واحدا لمدة 10 أيام، فهو مفيد جدا لمعالجة البروستات لدى الرجال. نعم. أما الفائدة الأخرى للبصل عند ما يصاب الشخص بعسر التبول، لحالات عسر التبول تسخن البصل كلبخة، تسخنها وتضعها، تجعله حلقات من البصل، تسخنها وتضعها على الجانبين الأيمن والأيسر للكليتين، وأيضا تحت السرة أو على المثانة، تربطها ربطا، وأيضا تشرب عصير متكون من العسل والبصل والليمون مخلوط في ماء ساخن، مخلوط في ماء ساخن مرة أو مرتين في اليوم لعلاج العسر التبول لدى الإنسان. نعم. أما للقوة والنشاط لدى الإنسان، فتستخدم البصل، عصير البصل وزائد عصير الطماطم، تخلطهما خلطا مع قليل مع ملح، ويشربها ويأكلها الإنسان، فهو مفيد جدا
للنشاط والقوة. أما للقوة التناسلية أو للقدرة الجنسية أو فتستخدم عصير نصف كوب عصير البصل زائدا كوب عسل، تخلط مع خلطا جيدا وملعقة بعد كل يعني يتناول ملعقة أو يشرب ملعقة الإنسان بعد الأكل، بعد كل أكل ملعقة من المخلوط من العسل، كوب واحد من العسل ونصف كوب من البصل يعني عصير البصل، تخلطهما خلطا جيدا ثم يشربه من الشخص بعد الأكل مباشرة. نعم، هو مفيد جدا للقوة التناسلية أو الجنسية لدى الإنسان. العصير نصف عصير البصل وأيضا الكوب العسل عند خلطها يجب وضعها على النار، يجب وضعها على النار لدرجة غليان، ثم يأخذ الشخص أو يتناول الشخص أو يشرب الشخص ملعقة واحدة بعد كل أكل لتقوية الحالة الجنسية لدى الشخص. نعم نعم أما لمعالجة الأمراض النفسية فتأتي بعصير الخس وعصير البصل وملعقة من العسل، تخلطهما خلطا جيدا ثم تضعهما في الثلاجة يعني لكي يكون مثلج يعني على شكل ثلج، هذه الخليط عندما يكون مثلجا يشربه الشخص المريض بالحالات النفسية فهو مفيد جدا له. نعم. أما لمعالجة الروماتيزم يمكن خلط الماء والبصل وزيت الزيتون وتضعها على النار لكي يتبخر، وتضع المنطقة المصاب بروماتيزم في الرجل تضعها فوق الإناء التي يتبخر منها الخليط من البصل والماء وزيت الزيتون لكي يعني حتى يكون حالة روماتيزم جيدا أو لتخفيف الآلام الروماتيزم أو لمعالجة آلام الروماتيزم، فإن هذه البخار التي يأتي من الخليط مفيد جدا له مع تدليك المنطقة المصابة بالروماتيزم. إذا تضع المنطقة الروماتيزم فوق الإناء التي يتبخر التي فيها بخار الخليط، ومع تدليك المنطقة المصابة سوف يكون تأثير قوي على الروماتيزم لتخفيف الآلام أو لتخفيف أو معالجة الروماتيزم. نعم، مع أخذ ملعقة صغيرة من الخليط العسل مع زعتر المجفف كل يوم لمدة أسبوع. نعم، إذا التبخير ببصل مخلوط مع ماء وزيت الزيتون، تبخير أي أن البخار يجب أن يصب على منطقة الروماتيزم، وأيضا يجب أخذ ملعقة صغيرة من الخليط المتكون من العسل والزعتر المجفف ملعقة واحدة كل يوم لمدة أسبوع. نعم.
من فوائد أخرى للبصل في للكدمات والرذوذ، نعم، حيث تخلط عصير البصل زائد زيت الكافور، تخلطها خلطا جيدا، ثم تدهن به المنطقة المصابة أو اللي فيها الرذوذ والكدمات مع عدم حركة ذلك العضو أو المنطقة، يجب أن لا يتحرك. نعم، فهذه الخليط مهم جدا، يعني مفيد جدا له للعلاج الكدمات والرذوذ. شرحت في هذا الجزء الأول فوائد البصل، سوف نشرح في الجزء الثاني فوائده الأخرى للبصل في فيديوهات قادمة إن شاء الله، وشكراً.